في هذه الحلقة. شوف البيت حقنا الجميل. هلا والله، هلا والله، هلا يا لبيه. هلا والله شباب وبنات، كيف حالكم؟ شلونكم؟ بشروني عنكم. انا اليوم بوريكم البيت حقي الجميل. شوفوا كيف، شوفوا كيف، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف المنظر على البحر، بيتي مره مطل على البحر، جميل. شوف هذا السرير حقي، وين الشرفه، شوف الحيوانات الجميله، وشوف الاشجار، وبوريكم من تحت. تعال تعال شوفوا من تحت كيف، من تحت احلى واحلى. شوفوا كيف المنظر، اجلس هنا واتفرج في المنظر الجميل. يا لبيه، منظر جدا جميل، وهذه الصورة مرة حلوة يا شباب بنات. طيب أنا بوريكم من الآن إيش ببدأ، إيش بسوي بحلقتنا الحلوة، وخلنا أول شيء نشوف في أكل عندنا. وما عندنا أكل يا شباب بنات. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة، أكلي أنا عندي مزرعة برا هنا. شوفوا هذه المزرعة حقتي، أنظر فيها من هنا مع الطاقة، وبروح أخذ منها القمح وإيش وأسوي لي خبز. تعالوا يا شباب بنات، تعالوا شوف 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 هنا. يعني طبعا هذه ما لسه ما خلصت، بس واحدة خلصت، بس ناخذ من الخبز من القمح اللي عندنا هنا. عندنا كثير، خلنا ناخذ ست حبات، ست حبات هذا خلنا بعدين ناخذ. طيب يا شباب بنات، الان نرجع للبيت ونسوي لنا خبز بهذا القمح. تعال تعال من هنا، من وين؟ من هنا. ايوه نجي عند الكرافتنج ونحط هذا، يدينا قمح كثير، ونسوي زي كذا 18 خبز تكفينا اليوم كامل، الحمد لله، يعني احنا شبعانين. طيب يا شباب بنات، وهنا بوريكم منجم حقي. هنا عندي منجم بس لسه ما خلصت، يبغى اشتغل عليه. طيب يا شباب بنات، شوف هذا الش، هاي هاي شنو، هاي شنو شباب بنات؟ تعالوا تعالوا دقيقة، هاي شنو هذا؟ منطاد الفحم، منطاد جولد، في شيء يتحرك هناك، شنو؟ ومنطاد دايموند. يا شباب بنات لازم نستكشفها، لازم نروح نشوف شنو هي. والله هذا ما كانت موجودة يا شباب بنات، ما في احد هنا في الجزيرة هذه. والله شكل فيها اشياء حلوة يا شباب بنات، خلنا نروح، خلنا نروح نشوف ايش فيها. بس يبغى لنا بلوكات، كيف نطلع لها؟ يبغى لنا نجمع بلوكات، نجمع بلوكات كذا كثيرة، عشان ايش؟ عشان نقدر نطلع لها. طيب بس خلنا نحفر هنا مثلا، نسوي لنا زي كذا. عشان نجمع بلوكات مرة كثير، نحتاج بس ديرت. الآن نحط ديرت كثير، ونجمع ديرت عشان نقدر نطلع من المنطاد الأول. المنطاد الأول أقرب واحد شنو هو؟ هذا الفحم. هذا منطاد حلو، هذا والله فوق السحوب، وهذاك مرة فوق. بس خلينا نجمع بلوكات ونطلع لهذا المنطاد الفحم وشي نشوف ايش فيه. نبغى لنا كذا بلوكات كذا، يعني ما هي مرة كثيرة، بس نسوي لنا درج ونطلع على المنطاد الفحم. منطاد الفحم ان شاء الله فيه شيء حلو. يلا خلينا نفرم، خلينا نفرم. ايش هذا؟ هذا بسم الله، ايش هذا الحفرة؟ نفرم هنا، نجمع الديرت كامل. معنا 63 حبة، خلنا نجمع زيادة، ممكن نحتاج زيادة عشان ما تخلص علينا الفلوس. طيب خلنا نوصل مرة واحدة، خلاص أنا أتوقع كذا يكفي، أتوقع كذا ستاك و14 حبة جدا تكفي يا شباب بنات. طيب الآن نجي هنا، نبدأ من هنا، نحط كذا، نبدأ نبني، نبني الدرج لعشان نوصل منطاد الفحم يا شباب بنات. نشوف ايش فيه منطاد الفحم، اكيد في شيء حلو ان شاء الله. طبعا هذا المنطاد ما كان موجود اول، يعني او شيء غريب، والله شيء غريب مره. خلنا نبني، نبني الدرج كامل، ان شاء الله البلوكات اللي معنا تكفي عشان ما ننزل ونجيب بلوكات زياده. شوف كيف، شوف كيف بيتي جميله يا شباب بنات، شوف كيف مزرعتي الجميله. طيب طيب خلنا نطلع، خلنا نطلع، احنا في جزيره ترى. شوف هذه الجزيره كيف مره حلوه، كلها بحر. هي ما جزيره هنا العالم، بس يعني جزيره، او شبه جزيره. طيب يا شباب بنات، لازم نجي من هنا ونكبر اللفه هذه عشان نقدر نوصل للمنطاد الفحم. يلا يا شباب بنات، خلنا نطلع، ونطلع من هنا، ونطلع من هنا. يلا يلا بس بقينا شويه، بقينا شويه، ممكن الديرت يخلص، الديرت بيخلص ولا ندير نص؟ لا لا ان شاء الله يمدينا، ان شاء الله يمدينا. بسم الله بسم الله بسم الله، ايوه يا شباب بنات الحمد لله، بس باقي 3 حبات ديرت وصلنا قبل. لا شوف شوف كيف المكان، انا خاف والله من المرتفعات يا شباب بنات. شوف هذا البيت الجميل، شفت كيف؟ طيب هاي شنو؟ هاي شنو هذا؟ منطاد الفحم. خلنا نشوف، خلنا نشوف فيها، فيها دقيقه يا شباب بنات، معقول يحطون هذا في في المنطاد؟ طيب اذا سويت بعروره هنا وين تروح؟ تطيح على الارض، اعوذ بالله يا شباب بنات.
ليش معليش معليش معليش. طيب طيب يا شباب بنات، هنا في صندوق احمر في المنطاد الفحم، نبغى نعرف ايش فيه. بس قبل لا نعرف ايش فيه وقبل لا افتحه، ابغى منكم طلب بسيط، تحطون لايك وسبسكرايب وايش، وتفعلون جرس التنبيهات. يلا شباب بنات اديكم 5 ثواني، 1 2 3 4 5. حطيتوا لايك، حطيتوا سبسكرايب، فعلتوا جرس. طيب انا مصدقكم يا شباب بنات. طيب يلا الان نقول 1 2 3. ما شاء الله، ايش هذا يا شباب بنات؟ وش هذا الشيء؟ اول مره اشوفه. وش هذا؟ هذا يتحرك شكله دريل ولا شيء. وشوف كم ستاك فحم، والله عندنا فحم هذا يكفينا للابد. فحم مره كثير يا شباب بنات. وش هذا الشيء؟ روبي. خلنا ناخذ هذا شكله غالي يا شباب بنات. خلنا ناخذ كامل. طيب خلنا ناخذ كامل. والله يا شباب بنات هذا الشيء غريب. شنو هذا الشيء؟ خلنا لازم نروح نجرب. طيب انا باخذ هذا، معلش انا ما عندي واحد في البيت يا شباب بنات، ما عندي واحد. طيب بسم الله خلنا ننزل تحت. الان ما عندنا بلوكات عشان نطلع فوق، ما ابغى استخدم الفحم هذا احتاج عشان اطبخ لي الحديد واطبخ كل شيء. خلنا الان نطلع ونشوف ايش فيه هناك. يلا شباب بنات، بس يبغى نجيب الان بلوكات ونجرب هذا الشيء العجيب، هذا شكل الدرل يا شباب بنات، هذه الآلة السحرية شكلها. خلنا الان ننزل ونجربها. يلا خلنا ننزل نجرب نشوف. يلا يا شباب بنات، يلا خلنا الان نحط، بس خلنا ناخذ التويليت ونحطه عندنا في البيت لان ما عندنا واحد في البيت. يلا شباب بنات، خلنا نحطه وين نحطه هنا. ايوه انا ما عندي واحد، لا اخذت، معليش يا شباب بنات، لازم انا احط له واحد. طيب الان انتم جاهزين نستخدم الاله السحريه العجيبه يا شباب بنات؟ يلا وين الحفره حقتنا اللي حفرنا فيها؟ نقول بسم الله ونجي هنا وايش، وبس دقيقه. خلنا احنا عندنا تورس، صح نسيت، ما عندي تورس. خلنا نحفر هذه ونقول بسم الله ونبدا نكسر من هنا بالآلة السحرية. ما شاء الله يا شباب بنات تكسر زين، تكسر 40. شوف بنات دخلنا في كهف يا شباب بنات. طيب خلنا نشوف شوف كيف يا شباب بنات، والله تكسر كثير، والله حلوة يا شباب بنات. خلنا نجمع من هنا ونجمع من هنا، شوف كيف تكسر مربعين. والله هذه حلوه يا شباب بنات، تدينا بلوكات سريعه اسرع من نشوف البكاكس. هذا الايرون بطيء وحبه يكسر. طيب هذه تكسر ثنتين، هذه اسرع. شوف كيف، والله حلوه يا شباب بنات. بس خلينا نحط فحم هنا، نحط قصدي تورش، ونكسر زياده عشان نقدر نوصل المنطاد الجولد اللي نشوف ايش فيه. ان شاء الله في ذهب وفي اشياء حلوه، وان شاء الله ممكن نلقى اله سحريه ثانيه غير هذه. دقيقة بس خلنا نحط هذه، كل شوي اكسرها بالغلط. شوف هذه، والله هذا حلو يا شباب بنات، عجبتني الصراحة. بستخدمها في المنجم حقي عشان نجمع فحم كثير ونجمع كل شيء، نجمع بلوكات. انا خلاص اتوقع هذه البلوكات تكفي. والله ما ادري هي تكفي ولا لا، بس نروح نشوف يا شباب بنات، نشوف كم تكفي ولا لا. وين المخرج؟ انا طيح. بسم الله يا شباب بنات، بسم الله. احنا جينا من هنا، خلنا نطلع من هنا ونروح نشوف ايش في المنطاد الذهبي يا شباب بنات. يلا بسم الله انا متحمس. خلنا نطلع كل هذا الدرج ونطلع للمنطاد الذهبي. بعدين ترى في منطاد دايم هناك يا شباب بنات، والله شكل فيه اشياء مره حلو. خلنا نطلع حط لنا تورش هنا. طيب ونجي من هنا، بسم الله. لا نطيح بالضبط، والله اموت انا اخاف. نجي من هنا، بسم الله. طيب خلنا نبدأ من هنا. طيب يا شباب بنات نبدأ الآن نبني إلى المنطاد الذهبي. خلنا نشوف. أيوه إن شاء الله تكفي يا شباب بنات. بس خلنا نجي من هنا ونجي زي كذا ونبدأ نبني الدرج الجميل، نبدأ نبني الدرج الحجري عشان نوصل للمنطاد الذهبي. ايوه والله تكفي، ان شاء الله تكفي. قربنا مره مو بعيد. خلنا نطلع شوف والله المكان مره بعيد. بسم الله لو اطيح كويس هنا في مويه، اذا طحت بسرعه اروح للمويه عشان ما اموت. خلنا نقرب من هنا ونجي. يلا بقينا شويه، ان شاء الله تكفي المكان. ان شاء الله احنا عندنا ديت، صح عندنا ديت، تكفي باذن الله. خلنا نشوف نجي ونبني من هنا الدرج زي كذا يا شباب بنات. خلنا نقرب بس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تشوفون ايش فيه يا شباب بنات. يلا خلنا نشوف. شوف المروحة الجميلة، وش هذي؟ حطي مروحة في المنطاد. طيب في هوا هنا يجي، كيف حطي مروحة في المنطاد؟ خلنا ناخذ انا ما عندي مروحة في البيت يا شباب بنات. خذها نحطها في بيتنا. طيب ايش هذا؟ هذا شنو؟
هذا حق السيارات، اي هذا حق السيارات اللي يحطون الشرطة. شفتوها شباب؟ اي لبستها. هلا والله شباب بنات. شكلي شكلي. يلا يلا يا شباب بنات، خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف ايش فيها. يلا جاهزين؟ شوف ايش في ذا الصندوق، ابغاك تحطون لايك الان. ويلا شوف، 1 2 3. ما شاء الله، وش هذا يا شباب بنات؟ هذا شكله اقوى من ذا، لونه ازرق. ما شاء الله يا شباب بنات، وشوف الذهب يا لبيه، 4 استكات ذهب بلوكات بعد. والله يا شباب بنات دحين معنا فحم لا نهائي ما يخلص، كثير مرة يكفينا 100 سنة، وبعد ذهب يكفينا 100 سنة يا شباب بنات. ومعي الطربوش هذا يا شباب بنات، والله حلو شكله. طيب طيب، وش هذا الشيء؟ والله هذا أول مرة أشوفه بعد. خلنا ناخذه، ممكن هذا شكل مرة غالي ذا، هو اللي يسوي الدرل هذا القوي. خلنا نجرب هذا. طيب بقينا شوية، والله هذا الدايم يبغانا نجمع زيادة، يبغانا نجمع بلوكات كثيرة عشان نطلع له. بس خلنا نجرب هذا، أتوقع هذا مرة كويس. بسم الله بسم الله، خلنا نضرب الطريق حق لا نطيح. بسم الله، بغيت أطيح أنا. خلنا نجيب من هنا. بسم الله، ونطلع شويش، قصدي ننزل بشويش ونجرب الأداة الجديدة هذه. بس قبل نجربها خلنا نحط المروحة في البيت حقتها. صار عندنا مروحة وصار عندنا مرحاض، والحمد لله يا شباب. نحط المروحة هنا، ايوه كان حرارة شوي الجو، نشغلها. الله حلو شكلها يا شباب. يلا يلا خلنا نشوف الآن وش يسوي هذه الأداة الجديدة. بسم الله بسم الله، خلنا نجي من هنا ننزل في الكهف الجميل هذا، إن شاء الله ما في وحوش ولا في شيء أنا أخاف. يلا جاهزين يا شباب بنات؟ خلنا نشوف، نكسر من هنا ونقول بسم الله، وإن شاء الله إن شاء الله إنه مرة يكون سريع وجمعنا البلوكات كثير. يلا بسم الله بسم الله. ما شاء الله يا شباب بنات، شو شو شو، والله يكسر مرة كثير. خلنا نكسر شو يا شباب بنات، والله مرة حلو مرة حلو. شوف قديش كسرنا في ثواني، في ثواني ما جلست كم ثانية. شوف ما شاء الله، والله معنا بلوكات مرة كثيرة كذا، نقدر نجيب دايم بعد. خلنا نشوف، نحط التورش هنا. شوف والله بيسوي منجم مرة كبير يا شباب بنات. خلنا نحط هذا هنا، نشوف كيف. ما شاء الله ما شاء الله، شوف كسر كسر كثير، 3 3 كسر. والله يا شباب بنات خلاص معي بلوكات تكفينا اوصل للقمر يا شباب بنات. والله البلوكات هذه تكفي مرة واروح بعيد. شوف قديش صار، انا اول اخاف اني ما اوصل، خلاص معي بلوكات مرة كثير. تعالوا تعالوا، بس خلنا نسوي درج، ايش رايكم نسوي درج؟ افضل من نحط بلوكات، نسوي درج، نروح البيت نسوي لنا درج. تعالوا نروح في البيت نسوي لنا درج، وعندنا بلوكات مرة كثير، نقدر نسوي درج لين الدايم. خلنا نشوف، نحط لنا درج من هنا، نجيب الكرافتنج، نحط الدرج ونشوف كم درج نقدر نسوي بالبلوكات هذه اللي جمعناها في 5 ثواني، ما ادري في 10 ثواني، كم مرة الوقت يا شباب بنات؟ ما ورا وقت كثير، شوية بس جمعناها سريع سريع سريع. خلنا نشوف، اوه يا شباب بنات والله مرة كثير، شوفوا كم، 4 استكات من الدرج هذا الجميل. خلنا الآن نروح ونشوف كم درج نقدر يا شباب بنات. يلا يلا تعالوا 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 تعالوا، نبدأ من فوق، نبدأ من فوق ما نبدأ من هنا، عشان ممكن بلوكات متكفي. والله من هنا مرة بعيد الصراحة، إذا جمعنا زيادة بس ما يحتاج، خلاص بس نحط الدرج هذا على السريع ونشوف. يلا خلنا نطلع بسم الله بسم الله، لا تطيح بسم الله، أنا خاف خاف والله. خلنا نجي من هنا ونجي نطلع هنا، نحط لنا درج كذا جميل عشان نقدر نطلع. نشوف من هنا، يلا يا شباب بنات نحط لنا درج ونبدا نحط الدرج ونطلع للمنطاد الدايمد. يا شباب بنات ايش تتوقعون في المنطاد الدايمد؟ انا والله اتوقع في دايمد يا شباب بنات، انتوا ايش تتوقعون؟ اكتبوا لي في الكومنتات الان وش تتوقعون. يلا اكتبوا لي قبل ما اطلع. يلا يلا نزلتوا اكتبوا، انزلوا اكتبوا. يلا طيب يا شباب بنات وصلنا هنا، خلنا نبدا من هنا، نبدا من فوق، نبدا من هنا ده. من هنا يا شباب بنات. طيب كيف احط الدرج؟ انا والله ما اعرف احط الدرج، ما اعرف احطه يا شباب بنات. بسم الله لطيح، بسم الله. خلنا نبدا كذا، كذا يحطون الدرج يا شباب بنات؟ ما اعرف انا والله. نجي من هنا، نجي من هنا، الدرج المفروض كذا ينحط صح؟ يا شباب بنات انا ما اعرف احط درج، انتوا قولوا لي كيف احط الدرج. خلنا نطلع مسكين على فوق، خلاص وشوف ايش في هذا المنطاد الدايموند.
خلنا نشوف ان شاء الله نلقى في شيء حلو مره. بسم الله قربنا قربنا يا شباب برات. يلا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ان شاء الله ان شاء الله في شيء مره حلو. وصلنا احنا نقطة فوق. خلنا نقرب شويه بس قرب نقرب. بسم الله نبنينا الدرج لين هنا ويلا جاهزين يا شباب برات. شوف ايش فيه. جاهزين حطوا لايك الان وحطوا اشتراك وخلنا نشوف ايش فيه. بسم الله 1 2 3 بوم. ايش هذا يا شباب بنات؟ في صندوق ازرق. انا والله حاسب في دايموند. يلا يلا بسم الله بسم الله. قبل ان افتح لايك واشتراك وحط وفعل الجرس وسوي كل شيء حلو. ويلا 1 2 3 ما شاء الله يا شباب بنات. ايش هذا؟ والله دايموند مره كثير. دايموند مره كثير يا شباب بنات. خلنا نجيب الادوات حقتنا ذي المعفنه. والله دايموند مره صرنا اغنياء احنا. هات 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 هذا خلاص ما نحتاجه وغير من الفحم وما نحتاج شيء. خلاص معنا الدايموند للابد يكفينا. وش هذا؟ هذا الدرل بعد دايموند يا شباب بنات. هات خلنا ناخذ الجولد وخلنا نرمي نرمي هذا ونرمي هذا وناخذ بس بلوكات وناخذ الدايموند هذا. يا لفيت يا شباب يا بنات صار معنا دايموند مره كثير. شوف شوف اقدر ابني اكبر مطاط دايموند يا شباب بنات. صرنا مطانيخ مطانيخ مطانيخ. طيب هنا ايش فيه؟ هنا ايش فيه؟ هنا فيه في هذا شو اسمه. خلنا ناخذه خلنا ناخذه. بسم الله هذا الجناح الجناح شباب بنات. اي والله صار معي جناح. يا ربي يا ربي شباب بنات. يلا الان بشوف بنقز وبشوف كيف اقدر اطير ولا ما اطير. تخيلوا شباب ما يشتغل الجناح واطيح واموت. انا خايف. بسم الله والله خاف خاف خاف. يلا يلا لا 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 انا ان شاء الله ان شاء الله قدها ان شاء الله قدها. يلا بسم الله جاهزين شباب بنات. 1 2 3 بسم الله. هلا والله والله يطير يا شباب بنات. تعالوا شوف 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 كيف شوف كيف المطاط الجولد هذا اللي برينا بنعد. شوف الدرج حقنا كيف يا شباب بنات. شوف كيف شوف كيف الدرج حقنا. والله حلو يا شباب بنات. شوف البيت حقنا الجميل. هلا والله هلا والله هلا يا لبي. وصلنا للبيت حقنا الحمد لله يا شباب بنات. اخذنا الدايموند واخذنا الجولد واخذنا الفحم الحمد لله الحمد لله. صار معنا دايموند. خلينا ندس في البيت خلينا ندس في البيت. وين ندس وين ندس وين ندس؟ تدرون يا شباب بنات ابغى نجيب صندوق. خلينا نجيب صندوق خلينا نجيب صندوق. وين الصندوق؟ انا عندي خشب. خلينا نكسر خشب من بيتي. خلاص انا صرت مطروخ. انا كسر خشب في حال اروح الغابه اجمع خشب. خلاص جبت من هنا سوي صندوق. سوي صندوق نحط فيه الدايموند هذا. بس لحد يشوفني يكون في حد يراقب لا ينسرق الدايموند حقي. وين احطه وين احطه يا شباب بنات؟ وين احطه؟ خلنا نبني درج هنا دايموند نقطع في الدرج الثاني وندس يا شباب بنات. تعال تعال عندي عندي فكره بس لا تعلمون احد تعلمون احد لا يكون احد قاعد يراقبنا. خلنا نشوف خلنا نشوف نحطه هنا 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 يا شباب بنات. خلنا حطينا بسم الله بسم الله. شوف نحطه هنا ونحط الدايموند والجولد كل ولا خلها هي هذه نحطها بتحت. ناخذ بس الدايموند نحط البلوكات هنا والباقي نحطه تحت شباب بنات. طيب سكر عشان ما حد يشوفه. يلا بي شباب بنات. يلا خلاص انا الحين بحط لي صندوق ثاني وبحط فيه هنا الدايموند الباقي وباكو. تحطون لايك الان واشتراك واشوفكم انا في حلقه جايه. ويلا مع السلامه.